شنو ما عجبهمش؟ ان 90% ديال بعيد العيالات المغربيات كيبغيو تيعجبو نور الدين امراض 95 لا لا في المية ماشي 90 95% كيعجبو نور الدين امراض. انا هذيك 90% قلتها غير حيت امبورطون بغيت نقول غالب العيالات غالب البنات ولا غالب المغربيات حيت راجل زوين. كنعاود نقولها نور الدين امرابط لاعب اللي عجب بزاف حيت بان بداك الشهامه ديالو، وحنا كنبغيو الرجل الشهم ومغربي ومتاصل ومتشبت بالمغربيه ديالو وسان سبورتيف وبوغوس سيت اون فيغيتي. دونك بالعكس انا ملي سولني قال لي انا عارفه مجوج الله يسهل عليه هو ومرتو، ما عندي معاه حتى علاقه، زعما ما تتربطني به حتى حاجه انا الا ولا سولوني وقالوا لي هذاك السيد لا ما كانش مجوج، انت دابا لا ما كانش مجوج نور الدين امرابط ما تزوجيش به انت يا هي جاوبت قالت كان في واحد المطعم دونك لا كنت لقيت الفريق الوطني كان كامل كانوا كيتعشاو في المطعم، وانا عندي بزاف الاصدقاء في المنتخب منهم فيصل فجر اللي دايوغ تما هزوا لا فيديو مع شنو رضا تكناوتي كنعرف منهم عدد زعما من اللعبه اللي الاصدقاء ديالي واللي كنا فرحانين بزاف لانه كان المنتخب تاهل. دونك عادي تلاق زعما لقاء عادي ما كان. انا كنت خلاص اكثر مع لاعب كممثل مثلا، انا ما عرفتش اصلا باش نتزوج السؤال واش نتزوج هذا هو غير لا واش اصلا بغيت نتزوج هذا هو السؤال الاول ما عرفتش محرش كنقولها دابا ما، ولكن لا جيت وبدلت رايي في الزواج اولا. ثانيا الا كان مع شي حد يقدر انا جو بريفير العاب جيم بيان لي سبورتيف عندك شي واحد ليا سلام وقال عزيز عليهم صورة مع النودين كي درت دابا انا عندي واحد قديسك وعندي علاقات استقراب مع هاد الناس ماشي كريستيانو راكم بون عاودت القصه ما نعاودش نهضر عليها. المغاربه كنعرف بزاف وما كانش غير نور الدين امرابط، درت فين فوتو مع فيصل فجر كندير بزاف مع الفنانه زعما زعما عندنا كونيكسيون بزاف عندنا بزاف ناس اون كومان. دوك كنلقاو راسنا كنتلاقاو كنهضروا كنديروا علاقه صداقه كنلقاو راسنا يعني عندي انا بالنسبه لي بوتيتر سهل من بزاف الناس، وانا ملي كنكون فرحانه بشي حد كنحط لا فوتو ديالو